أنتم لديكم دور في توعية الشباب في روسيا ونحن أيضا في سوريا حول معرفة من هو العدو الحقيقي، لماذا يعادي الغرب روسيا؟ طبعا لا يعاديها الآن بسبب أوكرانيا، ولا يعاديها لأنها كانت شيوعية كما كانوا يصورون في ذلك الوقت، ولكنهم عادوها من ثلاثة قرون لسبب بسيط، أنها كانت تتحول من دولة ضعيفة إلى دولة قوية، والغرب لا يقبل دول قوية، حتى أمريكا لا تقبل بأوروبا قوية. لذلك هم قسموا العالم كما تعرفون إلى طبقات، العالم الأول هو الغرب، والعالم الثاني وهو روسيا وأوروبا الشرقية، والعالم الثالث هو بقية العالم. العالم الأول هو يحق له كل شيء، يستطيع أن يقوم بالقتل، بالتدمير، بشن الحروب ولا يحاسب. لذلك الكثير من الشباب بعمركم سواء لدينا أو في روسيا أو في مناطق أخرى يسألون لماذا نعادي الغرب؟ لأنكم إن لم تعادوه فهو سيعاديكم. روسيا تحاول من ثلاثة عقود أن تبني علاقات جيدة مع الغرب، والغرب يعمل ضده. نحن في سوريا نحاول من عام 1974، من 50 عام، أن نبني علاقات جيدة مع الغرب، والغرب مصر أن يعمل ضده. لنفس السبب هم لا يقبلوا بشركاء ولا بأصدقاء. مشكلتنا الآن هي قد تكون أحياناً في بعض المجموعات من الشباب المنبهرين بالغرب، وأنتم تعرفون بأن السينما الأفلام الأمريكية في هوليوود يعني تصور أمريكا بشكل يعني مثالي جدا، تصور باقي الشعوب بأنها كلها متخلفة، وهذا يعلق في عقول كثير من الناس في الغرب وخارج الغرب. كل إرهابي يجب أن يكون أصله عربي، وكل عصابة شريرة تعمل بالمخدرات أو بالتهريب المواد النووية فيجب أن تكون روسية. مع كل الأسف البعض لدينا ولديكم أحيانا يصدقون عن أنفسهم ما يرونه في الأفلام الأمريكية.